يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. الإعلامية العراقية هيفاء الحسيني، وأنت تحملين بين يديك جائزة معنوية واعتبارية، حدثينا عن هذه الجائزة وأهميتها ولمن تحبين أن تهديها. أكيد هذا اليوم أنا سعيدة أنه أتكرم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد من المنظمة الأمريكية الكندية الإنسانية اللي عملت معاها فترة طويلة، وقدرت أن أساعد أبناء بلدي من خلال برنامجي طيبة أهلنا. ساعدت أكثر من 700 شخص من العراق للعلاج في أكبر مستشفيات العالم، بالتحديد كندا، أمريكا، ألمانيا. هذا اليوم من أتكرم من هذه المنظمة، أكيد سعيدة أهدي هذا التكريم البلدي، الأهلي، الناسي، الأصدقائي، الكل من دعم هيفاء الحسيني وقف وياها. وأكيد عندنا نشاطات كبيرة ومشاريع أكبر. اليوم المنظمة طرحت موضوع مهم جدا، هو مساعدة اللاجئين والنازحين العراقيين وبتحديد السوريين. وأيضا هناك برامج مكثفة طرحها الدكتور البروفيسور جيمس ديفيد حول مساعدة اللاجئين والنازحين والمهجرين في أوروبا من العراقيين والسوريين. وأيضا سيكون هناك مساعدات للنازحين داخل العراق وأيضا المهجرين. اليوم نعمل بكثافة وقوة لدعم الإنسانية في الشرق الأوسط وبالتحديد في المناطق المحتلة من داعش. هاليوم نتحدث عن هذا التكريم، أكيد سعيدة وأهدي لبلدي، أهدي لناسي، أهدي لكل الناس اللي تحب هيفاء الحسيني. أتمنى أنه بالعراق يتعاونون وبالتحديد المنظمات الإنسانية مع المنظمات الدولية حتى نقدر نساعد أعداد كبيرة من العراقيين. عندنا جولة كبيرة في ألمانيا، في بلجيكا، في النرويج، كادر عمل متميز من حقوق الإنسان من منظمات دولية، تحديدا الأمم المتحدة، وأيضا لقائنا كمنظمات إنسانية أمريكية مع أمين الأمم المتحدة السيد بان كي مون. وعد أنه راح يكون دعم كبير لمساعدة الأعداد الكبيرة من العراقيين في ألمانيا، بلجيكا، النرويج، وأيضا إسبانيا. سعيدة كثير وأهدي هذا التكريم لكل من يحب هيفاء الحسيني، وإن شاء الله إن شاء الله كل العراقيين اللي موجودين في دول العالم يمثلون بلدهم العراق أحسن تمثيل. وأكيد العراقيين مبدعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، في العلم، في الأدب، في الثقافة، وكل الدول اللي تحتضن العراقيين تفتخر أنه أبناء العراق هم أبناء خير وأبناء علم وثقافة وإنسانية. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. Congratulations رايفة لسني. هيفاء الحسيني، congratulations for this award. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا.